عدد من زملائي الوزراء معايا، والحقيقة يمكن يعني محافظة سويس النهاردة يعني بتلقى اهتمام شديد جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الحكومة لدفع عملية التطوير في هذه المحافظة زي كل محافظات مصر. ويمكن الحقيقة عشان كده يمكن أنا كنت حريص إن أنا أكون في جولات مستمرة في المحافظة على مدار العام، ويمكن دي الجولة تعتبر الجولة الثالثة في خلال فترة زمنية بسيطة. ويمكن الحقيقة النهاردة احنا يعني شرفت في البداية طبعا بافتتاح المركز التكنولوجي في ديوان عام المحافظة الجديد، ويمكن المركز يعني ده ضمن خطة الدولة لموضوع التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات اللي بتقدم للمواطن. وزي ما حضراتكم شفتوا معانا النهاردة يعني نقلة كبيرة جدا وفي تحرك كبير من الدولة علشان تيسير الخدمات للمواطن، والأهم يبقى يعني ما فيش اتصال مباشر ما بين الموظف والمواطن أولا لتيسير الإجراءات، وكمان درءا لأي شبهة فساد ممكن تحصل من خلال التواصل المباشر اللي بيحصل. الحقيقة يمكن يعني شرفت أيضا في الصباح بلقاء يعني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سويس، واستمعت منهم ايضا لطلباتهم فيما يخص مشروعات التطوير والتنميه في المحافظه. انتقلنا الحقيقه لتفقد العديد من المشروعات المهمه جدا في محافظه سويس، وخلينا يمكن هنا اتكلم ان يعني مدينه سويس تحديدا طبعا المدينه معروفه بتاريخها، والمدينه بتتميز بموضوع المدن السكنيه اللي هي انشاتها الدوله بعد حرب 73 ويمكن بعضها كمان قبل 73. ومشكلة هذه المناطق بمنتهى الأمانة إن لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها، ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده. ونتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها. فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية، سيادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب ان يتعمل لها تطوير، الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة ان احنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية، يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل اهالينا اللي عايشين فيها واللي بيقطنوا هذه المناطق. الحقيقة احنا تفقدنا نموذجين او ثلاثة من هذه المناطق بعد تطويرها، واحنا النهاردة في 17 منطقة سواء خلصت تقريبا او شبه اكتملت او هتنتهي اعمال تطويرها في خلال الشهور القليله جدا القادمه. ال 18 الباقيين يمكن عشان كده كان يعني لقائي مع سياده المحافظ هنبدا فيهم فورا ايضا، وتم تخصيص يعني مبلغ مالي على طول علشان السيد المحافظ يبدا في التنميه واعمال التطوير اللي فيهم مع بعض المناطق الاخرى اللي نقدر أن نقول عليها مناطق عشوائية برضو هنبدأ فيها فكر، يعني إن إحنا نبني الأول حي سكني ملائم للأهالي وننقل السكان بتاعت هذه المناطق اللي لا يصلح معها أعمال التطوير إنها تبدأ تتنقل في هذه الأماكن الحضرية الجديدة زي اللي اتعمل في الأسمرات وبشائر الخير وأهالينا وكل المناطق الأخرى. هيتعمل الحقيقة نموذجين أو ثلاثة هنا في محافظة سويس وبسرعة شديدة، ويمكن عشان كده اتفقت مع معالي المحافظ على هذا الموضوع. الحقيقة يمكن طبعا يعني تفقدنا بخلاف مناطق التطوير، تفقدنا يمكن المدينة الرياضية والمستشفى الطب الرياضي اللي هي يمكن واحدة من النماذج القليلة جدا على مستوى الجمهورية اللي بتتنفذ على مستوى مصر كلها، ان يبقى في مستشفى متخصص لعلاج لعلاج او عمل العمليات الجراحية للرياضيين واعمال النقاهة واعمال العلاج الطبيعي، ودي جزء من منظومة كبيرة وزارة الشباب النهاردة شغالة عليها. ايضا تفقدنا يمكن محطة صرف صحي او الرافع بتاع صرف صحي لمنطقة الزراير، ودي كان يعني محطة من المحطات المتهالكة واللي كانت تقريبا شبه توقفت وكانت كفائتها او قدراتها لا تزيد عن 45 الف متر مكعب في اليوم، النهاردة اترفعت كفائتها بالكامل وبقت طاقتها تصل إلى 180 ألف متر مكعب وتقضي لمدة 20-25 سنة قدام لخدمة المناطق اللي موجودة النهاردة في المحيطة بيها. الحقيقة يمكن أنا عايز هنا أتكلم على وإحنا واقفين النهاردة، وأنا تعمدت إن إحنا تكون المؤتمر يعني اللي أتكلم فيه مع حضراتكم هنا
احنا في منطقة مجمع السويس الطبي. والحقيقة هذا المجمع يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر، ومنهم طبعا محافظة السويس اللي داخلة ضمن المرحلة الأولى من المحافظات. المجمع ده هو مش مستشفى، دي مدينة طبية كاملة. احنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة، مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، الحاجات الكبيرة جدا. احنا بنتكلم على مستشفى قوامها اكتر من 425 غرفة، ممكن 430 غرفة، منهم اكتر من 110 غرفة رعاية مركزة، 16 غرفة عمليات، حضانات، اجهزة غسيل كلوي اعتقد حاجة و60 65 جهاز لغسيل الكلى. يعني النهاردة دي مدينة طبية بالكامل، حتى مش هتخدم فقط السويس ولكن هتخدم محافظات اقليم قناة السويس كله. وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة لأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا، جراحات القلب المخ والأعصاب. كان يعني أهالينا هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة. النهاردة مع هذا الصرح اللي إن شاء الله بنأمل إن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم، يعني معالي الوزير إحنا بنتكلم هندخل قدر الإمكان بحيث يبقى إن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل. الأعمال الإنشائية زي ما حضراتكم شفتوها اكتملت، إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وفرش المستشفى، وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر إن إحنا ننشئ هذا المكان ويبقى فعلاً صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية الكبيرة جداً اللي بتتعمل. ويمكن أنا كنت بتكلم مع معالي وزير الصحة على مراكز الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة اللي ابتدت تتعمل لها تطوير كامل على مستوى المحافظة علشان تبقى جاهزة المحافظة بالكامل لبدء تطبيق المنظومة إن شاء الله. برضو تزامنا مع افتتاح هذا المجمع هتبدأ تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس. وده يمكن شيء مهم جدا، لأن يمكن هذا الأسبوع أيضا أنا كنت عامل اجتماع لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل مع معالي وزير الصحة ومعالي وزير المالية عشان نضمن استدامة هذه المنظومة. منظومة التأمين الصحي الشامل في أي دولة بتعتمد على تأمين الموارد المالية اللي تمكن هذه المنظومة أنها تفضل شغالة عشان ما تتدهورش مع مرور الوقت. وده عشان كده احنا كنا بندرس مع بعض يمكن لما بعد يعني 2032، يعني بنشوف الرؤية والموارد المالية اللي هتبقى متاحة جوه المنظومة لعشرة واثناشر وخمستاشر سنة قدام، عشان نبقى واخدين بالنا وعينينا على هذا الموضوع وما نتركش الأمور إنها يعني يحصل لها أي نوع من التباطؤ أو التدهور. لأن المفروض إن شاء الله تبقى بتعليمات فخامة الرئيس المنظومة تغطي مصر كلها في خلال 10 سنوات، فبالتالي إحنا لازم نبقى مطمئنين إن مع تطبيق المنظومة بالكامل على كامل ربوع الجمهورية تبقى هناك منظومة مالية تضمن استدامة وجودة الخدمات اللي هتبقى موجودة. ما زال هناك الكثير الدولة يعني معنية بيه هنا في محافظة السويس، ويمكن كان كلامي مع سيادة المحافظ وكنت حريص على لقاء عدد من المواطنين في أماكن التطوير اللي كانوا بيبدوا سعادتهم وطبعاً يعني دعائهم للدولة إن هم تستمر في أعمال التطوير. وكنت بقول لهم إحنا لسه قدامنا مشوار طويل هنا في السويس وحرسين كل الحرس إن يتعمل شغل أكتر بكتير من اللي موجود، وإن شاء الله ربنا يقدرنا في خلال الفترة الجاية هنعمل هذا الكلام مع كل زملائي من الحكومة والمحافظة عشان فعلاً نستهدف رضاء المواطن السويسي. زي كل حتة في مصر كل المشروعات اللي بتتعمل النهاردة هدفها خدمة المواطن البسيط وتوفير الخدمات الرئيسية ليه. أنا كنت حريص بالذات على موضوع الصحة عشان ندي رسالة قوية قد إيه الدولة بتستثمر في منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية والخدمات الاجتماعية كلها اللي بتقدم للمواطنين، وإن الدولة حتى بالرغم يمكن كان أحد المشروعات المهمة اللي بتخدم المواطنين أيضا اللي هو تبطين الترعة ورفع كفاءة ترعة السويس
اللي موجودة، ويمكن تفقدناها مع حضراتكم، ويمكن كان الزيارة اللي فاتت كان أول 450 متر خلصوا، النهاردة بنشتغل في حوالي 4 كيلو أخرى ومكملين بقية الترعة كلها، بحيث هو الموضوع مش فقط تبطين الترعة، ولكن كمان بنرفع الخدمات وبنعمل مجموعة من الخدمات الترفيهية لأهالينا اللي بيبقوا ساكنين حوالين المنطقة. الشيء المهم اللي بحب أختم بيه كلامي، أن يمكن كان دايما أهالي السويس بيقولوا أن احنا صحيح أن احنا بيطلق علينا محافظة حضرية، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي جناين، وكانوا طالبين طبعا، وكان في هناك يعني طلبات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تدرج ضمن مبادرة حياة كريمة، وكان توجيه سيادته للحكومة أن فعلا يتم إدراج القطاع الريفي في محافظة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، وده فعلا إن شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة، علشان برضو نغطي الجزء أو القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجناين، أنه يبقى داخل أيضا في مبادرة حياة كريمة، وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعمل ايضا في منطقه حي الجناين. احنا لسه يمكن قدامنا جزء اخر في الجوله، ان شاء الله هنتفقد برضو تطوير بعض المحاور والمناطق الاخرى، ولكن يمكن حبيت ان احنا نلتقي النهارده مع حضراتكم في الجزئيه دي، وتعمدت مره اخرى ان احنا نبقى خلف هذا الصرح العملاق اللي ان شاء الله باكتماله هيضيف الكثير لمنظومه التامين الصحي، مش فقط للسويس ولكن لمصر كلها ان شاء الله. بشكر حضراتكم. دولة رئيس مجلس الوزراء، يعني المشروعات القومية في جميع محافظات مصر لابد وأن يكون لها البرنامج الرئاسي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية. مدى التنفيذ في استراتيجية الأسرة المصرية لتتواكب مع هذه المشروعات؟ بص حضرتك، طبعا الموضوع استراتيجية تنمية الأسرة احنا شغالين، دي في مجموعة عمل شغالة على هذا الموضوع، وبدأنا التنفيذ بالفعل. السيد وزير الصحة يمكن كنا بنعرض هذا الموضوع، وحتى في لقاء برضو بكرة إن شاء الله مع سيادته علشان تفعيل هذه المنظومة، وفي متابعة كبيرة جدا ليها، والأهم أنها من خلالها أن احنا نوفر طبعا كل الإمكانيات والوسائل اللي تمكن الأسرة من يعني أولا أنها يبقى تضمن أن أولادها في صحة كويسة، وأيضا يبقى بتخطط لي يعني عدد الأسرة وعدد أفراد الأسرة. ويمكن يعني حضراتكم خلينا نتكلم، ونتكلم دايما في هذا الموضوع، الدولة المصرية محتاجة في هذه المرحلة وقفة حقيقية من مواطنيها لموضوع الزيادة السكانية. احنا يمكن اعتقد الجهد اللي بيبذل النهاردة في كل ربوع مصر وفي كل حتة في مصر، اعتقد حضراتكم متابعين حجم الشغل اللي الدولة المصرية بتحاول تسابق فيه الزمن علشان تعوض عشرات السنين من الإهمال والتدهور اللي كان موجود في كل حتة في مصر. لكن بمنتهى الأمانة عشان نبدأ نشعر بهذا الكلام وثمار هذا الكلام، لازم يبقى في نفس الوقت يقابله نوع من التخطيط للزيادة السكانية. لأن أنا بقولها لحضراتكم، حجم الضغط الهائل على الدولة المصرية النهاردة مع كل سنة بيدخل عدد ليس بالقليل كزيادة بكل الخدمات اللي هم عايزينها بيضافوا على العدد السكان، عبء. يعني عايز أقول مفيش حتى دول متقدمة غنية تستطيع أنها يعني تتعامل معاه، وبالتالي احنا محتاجين وقفة زي ما دول كثيرة جدا عملتها ولو لفترة زمنية بينية، يعني بيبقى في نوع من يعني التخطيط والإعلان عن خطة واضحة بنستهدف فيها تخفيض الزيادة السكانية ولو تكون لمرحلة زمنية زي ما عملت دول كثيرة جدا، علشان نقدر فقط احنا كل اللي عايزينه ايه؟ نعوض فترة سابقة حصلت فيها يعني احتياج وتراكم لاحتياج لخدمات وبنية أساسية وفرص عمل. لو قدرنا النهاردة نخفض الزيادة السكانية برقم جيد، ده هيخفف عن الدولة العبء والضغط الكبير عشان تخلق فرص عمل وعشان تنشئ مدارس وعشان تنشئ مستشفيات وعشان تنشئ خدمات، وتخليها تركز انها تعوض بس الجزء اللي مطلوب من الماضي. يعني لو قدرنا النهاردة فقط ان انا يبقى كل تركيزي اقلل الفجوة المتراكمة بقالها 40 و50 سنة وحقق منها في خلال فترة زمنية بسيطة اكتفاء كامل، ويبقى خلاص حصل التوازن، ده هيمكننا كدولة فعلا ان المواطن يشعر ان خلاص بقت الدولة بقت في مكان تاني خالص.
هذا الموضوع شديد الأهمية ومحوري، وأعتقد هذه الفترة النهاردة مع الأزمات العالمية الكبيرة اللي العالم كله النهاردة بيواجهها، بقت النهاردة تحتاج مننا كلنا كمواطنين مع الدولة إن احنا نشتغل يدا بيد فيها. بشكر حضراتكم جدا. شكرا.